صلت على النبي أمه تبي وتبي ما تحمد الله وتشكر راح تسأل عن حظها وين عين ما خلت حد في حاله ولو كانت بحسن حاله تصيد اللي متهني ومستانس وتصك بعين عين تحرق قلبك على الفاضي وتحرم عينك نوم العين لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين شافت نعمة عودها كم من كلمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله قول الله يزيده ويعطيني ولا يحرمني ويرميني وباللي عندي يرضيني ويكتب لي اللي يرضى قول كررها وصف النية تتهنى باللي تلقى لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين من جد وجد هذا اللي تعلمناه واحنا صغار ومن حسد عاش بنكد هذا اللي تعلمناه واحنا كبار لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين